السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بتقويم التعلمات ودعمها وتوليفها. الوحدة الأولى، مرجع الجيد في الرياضيات الخاص بالسنة الثانية من التعليم الابتدائي. إذا لنبدأ مع تقويم التعلمات ومع السؤال الأول، أكتب بالأرقام أو الحروف؟ إذن هذه الفتاة تحمل بطاقة فيها 405، إذن سنكتبها بالأرقام 405. إذن الفتى يحمل 999، سنكتبها بالحروف 999. هذه الفتاة تحمل 683، إذن سنكتبها 683. السؤال الثاني، أفكك العدد إلى مئات وعشرات ووحدات. إذن 746 هي 740 و6 وحدات. السؤال الثالث، أحيط بطاقة الجواب الصحيح. 509 وحدات هي، إذن 509 وحدات هي 509، إذن هذا هو الجواب الصحيح. عدد المئات في العدد 444، إذن عدد المئات كم من مئة؟ هو 4، إذن عدد المئات هو 4. السؤال الرابع، أقرأ الأعداد المكتوبة بالحروف وأحيط بخط كتابتها بالأرقام. إذن 106، 106، إذن هذا هو الكتابة الصحيحة. 88، إذا 88 هذه هي الكتابة الرقمية الصحيحة. الآن نمر إلى أنشطة دعم وتثبيت التعلمات مع السؤال الخامس. أكمل، إذا 100 + 100 + 100 + 90 تساوي 390. 100 + 100 + 10 + 30 تساوي 240. السؤال الموالي، أكتب بالأرقام العدد الذي رقم وحدته 7 وعدد عشرته 45، إذن هو نكتب 45 ونضيف الوحدات 7، إذن العدد هو 457. عدد مئاته 3 ورقم وحداته 8، إذن المئات لدينا 3 وبالنسبة للوحدات لدينا 8، إذن 308. السؤال الموالي، السؤال السابع، أعيد رسم الأشكال وأسميها ثم ألونها بنفس ألوانها. إذن سنعيد رسم الأشكال أولا ثم سنلونها. إذن لنبدأ مع المربع. إذن لنرسم المربع. ثم لنرسم المثلث. وأخيرا لنرسم هذا الشكل. لاحظوا 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، إذن هو كذلك عبارة عن مربع. إذن لدينا مربع باللون الأخضر، مثلث ومربع. إذن لنرسم المربع. إذن بالنسبة للمربعات فعدد أضلاعها تكون متساوية. إذن سنكتب الأسماء. إذن لدينا مربع، مثلث، ثم مربع. الآن سنلونها بنفس ألوانها. إذن لنأخذ اللون الأخضر لنلون مربع باللون الأخضر.
ثم المثلث باللون الأصفر، ثم المربع باللون الأحمر. نتمم الآن مع السؤال الثامن، أحسب ما وفرته سهام. إذا لنحسب ما وفرت، لدينا 100 زائد 100 200 زائد 50 250 زائد 5 255. السؤال التاسع، أكتب أربعة أعداد مكونة من ثلاث أرقام باستخدام الأرقام 1 0 و 6. إذا 100 و 6 601 610 و 160. الآن نمر إلى تقويم أثر الدعم مع السؤال الموالي، السؤال العاشر، أحيطوا بطاقة الجواب الصحيح، العدد 531 هو. إذن هذا العدد 531. عدد العشرات في العدد 924 هو. عدد العشرات هو 92. العدد 400 زائد 30 زائد 2 هو 432. إذن هذا هو العدد 432. السؤال رقم 11، أرسم وألون المربع بالأحمر والمستطيل بالأزرق والمثلث القائم بالأخضر. إذن سنرسم المربع لاحظوا معي المربع لدينا مربع سنربط فقط بين النقط لنحصل على مربع، ثم سنرسم المستطيل. إذا لاحظوا لدينا مجموعة من النقط، إذا سنرسم مستطيل. ثم المثلث قائم الزاوية بالأخضر. إذا لدينا مثلث قائم الزاوية، وسنلون. إذن بالنسبة للمربع سنلونه باللون الأحمر. سنلون المربع باللون الأحمر. والمستطيل باللون الأزرق. والمثلث قائم الزاوية باللون الأخضر. إذن بالنسبة لهذا اللون فهو اللون الأخضر وليس الأصفر، لكن انعكاسه على الشاشة فهو يبدو كأنه أصفر لكنه لون أخضر. الآن سنمر إلى الدعم المركز والإغناء مع السؤال رقم 13، تملك فاطمة مبلغ النقود الثالية. إذن سنحسب هذا المبلغ، لدينا 100، 50 زائد 20 تساوي 70 زائد 10 تساوي 80 زائد 10 تساوي 90 زائد لاحظوا درهمان 92. إذن 192، 192 درهما. إذن هل تستطيع فاطمة شراء الهاتف؟ إذن الهاتف ثمنه هو 195، إذن لا تستطيع شراء الهاتف لأن ثمنه أكثر مما تملكه. الآن السؤال الأخير، سؤال رقم 14، ألاحظ وأكمل أرقام المربعات. إذن أرقام المربعات لنبحث عن المربعات، لدينا لاحظوا 7 و4 فقط. إذن هذه هي المربعات الموجودة. الآن سنبحث عن أرقام المستطيلات. إذن لدينا 2 10، إذن فقط 2 و10. الآن سنبحث عن أرقام المثلثات
قائمة الزاوية التي تكون قائمة الزاوية. إذن لدينا أولا 1 و 3 و 13 و 6. إذن لاحظوا لأن 6 عبارة عن زاوية قائمة، إذن و 6. كذلك 9 لدينا زاوية قائمة 9. ماذا أيضا؟ 5 كذلك زاوية قائمة، 8، 11 كذلك فهو يشكل زاوية قائمة، 12. إذن جميع هذه المثلثات عبارة عن مثلثات قائمة الزاوية. إذن لدينا 1 و5، 3 و13، لدينا 6 و9، لدينا 8، ولدينا 11، ولدينا 12. إذن أصدقائي بهكذا نكون قد أنهينا الإجابة عن جميع الأنشطة الخاصة بهذا الدرس الذي هو عبارة عن تقويم ودعم التعلمات. موعدنا إن شاء الله تعالى مع دروس الوحدة الثانية. كونوا في الموعد دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.